الإمام أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك سيدي. هذا الصباح الجميل في مدينة أكادير. الله يحفظك ومرحبا بك في أنت المدينة. حنا داخل هذا الفضاء ديال حديقة بن زيدون. صراحة أنا عجبني هذا الفضاء ده. كيف ممكن تكلم لي عليه؟ هو واحد فضاء كتعتبر بحال واحد التراث الوطني ديالنا ومحفظ من ضمن يعني الأعمال الفنية ديال المهندسين اللي اشتغلوا مع المندوبية السامية لإعادة إعمار أكادير، وتم إحداث هاد الحديقة ديال بن زيدون في 1965، وكانت من بين يعني أجمل يعني التحف الفنية يعني المعمارية في المدينة ديال أكادير، والآن تم التأهيل ديالها من جديد في إطار البرنامج الوطني، برنامج التنمية الحضرية لأكادير اللي توقع أمام صاحب الجلالة في فيفري 2020. هذا هو الفضاء الجميل اللي عندنا في أكادير بين الفضاءات الخضراء، كاينين فضاءات أخرى ولكن هذا من أبرزهم. نعم، نعتبر هذه الحديقة بن زيدون هي المدخل لواحد السؤال، واش ممكن تكلموا على هوية فنية أو هوية جمالية لمدينة أكادير؟ بالنسبة للهوية الجمالية والفنية ديال أكادير، أكادير من الناحية المعمارية متميزة بواحد المسألة وهي اللي كتعطيها الهوية ديالها، هو هذاك البيتو ارمي، هي باش تميزات اغلب المنشآت المعمارية خلال إعادة إعمار مدينة أكادير بعد الزلزال 1960. تم طلبة ديال لو كوربيزي هما اللي خداو المبادرة من طرف مغفور لحسن الثاني، وخدوا داروا منشآت فنية معمارية كل واحد فيهم خلى لنا تحفة فنية وتحف فريدة ما تكررتش في مناطق أخرى، وهذا هو اللي كيعطي الهوية ديال أكادير من الناحية المعمارية. عندنا البيتو أرمي وعندنا لو كوربيزي معروف، هذا تيار فني معماري خاص معروف في العالم، والآن المهندسين اللي بنوا هذه المنشآت المعمارية فنانين بارزين على المستوى الدولي وعندهم تحف ديالنا في أكادير، وهذه من بين الحوايج اللي كتحدد الهوية يعني ديال المدينة أكادير. شنو اللي كيحدد الهوية؟ شنو كاين شي معايير شي خلفية معينة اجتماعية ثقافية؟ كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيحدد الهوية مثلا ديال منطقة معينة. مثلا حنا في المنطقة ديال أكادير ومدينة حديثة تمت إعادة إعمارها من جديد بعد خراب ديال الزلزال 1960، والتوجه العام اللي كاين عند المسؤولين لا الترابيين ولا المنتخبين انها تمشي في الاتجاه ديال المعاصر ديال المدينه المعاصره، هذا واخا وقعوا بعض الحوايج اللي هي سلبيه من ناحيه التعمير من الثمانينات التسعينات، وقعت واحد بحال قلنا واحد الفوضى في سياسه التعمير ديالنا، هذا اثر سلبا على هذيك الهويه اللي عندنا اللي مرتبطه بلو كوربيزي، مرتبطه بالبيتو ارمي، مرتبطه بالحداثه في المعمار. وكما قلتي اشنو اللي كيربطنا، اشكون اللي كيحدد لنا الهويه ديالنا؟ مثلا حنا في اكادير مثلا غادي نتكلم على الجانب الفن التشكيلي مثلا اللي هو التخصص ديالي. طبعا مثلا ما يمكن لناش نتكلموا على حركه تشكيليه وفنيه بالماء في المنطقه ديال اكادير ولا سوس ولا الجنوب ككل في غياب بنيه تحتيه ثقافيه كتساعد في انشاء الحركه التشكيليه ولا التيار الفني داخل الوطن. مثلا ما عندناش معاهد عليا للتدريس مثلا ديال مثلا الفنون الجميله، ما عندناش كليات، التعليم العالي غايب بشكل تام، ما عندناش متاحف، ما عندناش قاعات ديال العرض، ما عندناش كل شيء، هادشي غايب. وهادشي كنتكلم من اكادير للسطر الصحراء، ما مستحضروش الفاعل السياسي، ما مستحضرش معنا هذا الجانب هذا ديال اهميه البنيه التحتيه الثقافيه في انشاء ولا في احداث ولا في خلق حركه تشكيليه بارزه في المنطقه. الان احنا محظوظين في اكادير اننا عندنا برنامج ديال التنميه الحضاريه اللي شرف عليه صاحب الجلاله محمد السادس في فبراير 2020، وكتسمى البرنامج بيدور برنامج التنميه الحضاريه 2020-2024. هذا البرنامج ديال التنميه الحضاريه استحضر هذا الجانب ديال الثقافه في المدينه ديال اكادير، والفاعل السياسي عندنا
بخصوص صاحب الجلاله كيستحضر واحد المعطى اساسي، كيقول بان مثلا لا كليونتيل ديال اكادير، زبناء ديال مدينه اكادير كيجيو للبحر والشمس. حنا خصنا نزيدو واحد لا كليونتيل اخرى اللي هي مثلا ما اهتماش بالشمس والبحر، ولكن تهتم بالثقافه ولا تهتم بالرياضه. يعني خصنا نقاط جذب اخرى لهاد السياحه هذه اللي عندنا ديال المدينه. والبرنامج اللي عندنا تقريبا برنامج التنميه الحضريه، البنيات اللي فيه واحد 30% منها كلها موجهه لهذا الجانب الثقافي، فيها تقريبا 3 المتاحف، وفيها قاعات ديال العرض ديال الفنون التشكيليه. لا في المتاحف ولا في قاعات عندنا خلق اول مدرسه، احداث اول مدرسه للفنون الجميله بتاريخ المغرب المستقل. كما كنعرفوا جميعا عندنا جوج مدارس، وهذا من الاشياء السلبيه واللي كنعيبوا عليها الحكومات المتعاقبه، انا ما كانتش كتفكر ولا كتستحضرش هذا الجانب ديال الفنون الجميله، الفنون الجميله في السياسه ديالها، ديال التدبير ديالها السياسي. اذا عندنا مدرسه الفنون الجميله، وانا مثلا في هذا اللقاء كنقول باننا محظوظين في اكادير، محظوظين في ثلاثه الحوايج. محظوظين لاننا تم توقيع برنامج التنميه الحضريه قبل كوفيد، قبيل كوفيد بشهر. نعم. كون يعني تعطلنا ولا شي حاجه ولا دخلت كوفيد علينا، ما كانتش الدوله غادي تكون عندها اهتمامات اخرى، غتكون عندها اهتمامات شي غلط اخرى ديال تدبير محطه ديال كوفيد والتاثيرات ديالها. هذا الحد الاول. الحد الثاني اكادير، وهذه بدون مجامله، ما كنجاملش كاع، هذه هو اننا محظوظين بواحد والي ديال الجهه ديال سوس مسا، الوالي السي احمد حجي، من الناس احنا كنقولوا انتيليكتيال، مثقف واعي سياسي، يعني كيعرف يدبر المساله. وفي التصريحات ديالو في لقاءاتنا معاه وداك الشيء كيقول لك اودي راه ما يمكنش تكون التنميه الاقتصاديه ولا الاجتماعيه في منطقه معينه بدون تنميه ثقافيه. وهذه التنميه الثقافيه ما يمكنش تخلق الا بخلق بنيات تحتيه لهذا الفعل، هذا ديال الفعل الثقافي داخل التنميه. فعلا مشى التوجه ديال 30% من البرنامج ديال التنميه، ترصدت الميزانيه على اساس البنيه التحتيه الموجهه للثقافه بالدرجه. عندنا مسرح كبير اول مره في التاريخ ديالنا، كان عندنا مسرح الهواء التلق اللي كان تم الاحداث ديالو في الثمانينات، ولكن ما لا يرقى الى مستوى مسرحيين، يعني طموحات المسرحيين. الان دابا عندنا مبرمجين مع وزاره الثقافه والمجلس الجماعي والجهه داخل في بناء، تعطات الانطلاقه ديالهم مؤخرا ديال البناء ديال المسرح الكبير. احنا بالنسبه لنا كفنانين تشكيليين عندنا مدرسه ديال الفنون الجميله. لا اسمح لي سي غالي، تكلمتي على الدور ديال السلطه الترابيه ممثله السيد الوالي، ولكن فرض انها تواكبها واحد القوه اقتراحيه ديال المنتخبين، واش كاين هاد العمليه التجانسيه التكامليه؟ هو في الحقيقه يعني واش برنامج يستحضر هاد الامر؟ البرنامج ديال التنميه الحضاريه ديال اكادير فيه مجموعه من العناصر ديالو من البي سي دي ديال 2010، تجربه ديال 2003 و 2009، التجربه الانتخابيه اللي كدازت تحطت فيها في 2010. التجربه الثانيه 2010 دار، كنت انا من بين الناس اللي كان سير ديال المجلس الجماعي، درنا وضعنا برنامج ديال التنميه الحضاريه بي سي دي. ديك الساعه بي سي دي يعني برنامج حضاري لاكادير، وكان فيه هاد النقط، يعني اغلبيه ديال النقط اللي جايه اللي جات في البرنامج ديال التنميه الحضاريه كانت مطروحه من قبل من برنامج ديال التنميه الحضاريه ديال 2010. ما كانتش امكانيات ماديه لتحقيق هذاك المشروع، وبقى في الارشيف وبقى حتى جات الفرصه ديال 2020.